رجالة وفرحنا. لسان طيب يا عم محمد، لسان طيب يا عم طاهر، رمضان كريم عليك. وانت طيب كما كنت يا ابو. ربنا يسامحك يا اشرف، حبكت يعني تسكن في اخر دور؟ لولا جمال الاكل عندك والله ما كنت جيت. كل سنة طيبين يا جماعة، ما تنسوش تدعوا. السقف ينشع مية تاني؟ انا مش فاهم المفروض اعمل ايه كما كنت، خصوصا ان مبلط السطح كله، وبيقول الحل الوحيد ان اكسر السطح واعزل من اول وردين، ودي تكلفة جامدة زي ما انت عارف، خصوصا اني ما بستخدمش السطح ده نهائي. لا مش لازم تكسر، الحل في شركتي سي ام بي كيماويات البناء الحديث. وحل مشكلتي في شركتك وسايبني كما كنت. ايه هو المنتج اللي هيحل مشكلة اشرف ويمنع تسريب المية؟ البيورتون ولا الاكريل فليكس 200 ولا الكيم كراك؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.